دوتنا من عند نجات من مكناس دجاجة مبخرة. صباح الخير لالا نجات. صباح الورد لالا جيهان. مرحبا بيك. مرحبا بيك. انا في الحقيقه ما نكذبش عليك، انا فرحانه باللقاء ديالكم للاذاعه الوطنيه، اللقاء المفتوح. الله يكبر بيك لالا نجات. الله يكبر بيك ويجيكم يا رب العالمين. اللهم امين. شكرا لك وشكرا للمستمعات اللي دائما كيتواصلوا معنا. تبارك الله علينا على هذه الاذاعه. تبارك الله على لالا نجات وعلى صحباتي وحباباتي. تبارك الله عليكم وشكرا لكم. اي لا سمحتي لالا جيهان، عندي واحد صيفط واحد اللقاء الله يرحم والديك. لقاء تحيه واحد تحيه. يلا يلا. بغيت نصيف واحد تحيه للاستاذ جمال زيدي. اييه الفقيه ديالنا الحسن كنسل. أيه هادو جوج الناس. ربي يحفظهم وينجيهم وتبارك الله عليهم. شكرا لك، وان شاء الله غادي يوصل باذن الله هاد السلام هذا ديالك اللي نابع من القلب لالا نجات. غتعطينا دجاجه مبخره ياك؟ واخا الحبيبه. شنو كيميز شنو كيميز هاد الدجاجه مبخره؟ كيميزها القصفور والمعدنوس. وكيميزها شويه ديال الزعتر ودوك الفرماج دوك الكيري اللي كندير معاهم. وما تقوليش لي السميه الله يرضي عليك نجات، قولي لي الفرماج المربى. يلا نمشيو للمقادير ونقولوا بسم الله. يلا الحبيبه الا كان عندك تبارك الله شي ناس تبغيهم تبارك الله من قلبك. عندنا ضياف تبارك الله جايين عزاز عندنا، غادي نجيبو ان شاء الله اربعه ديال الدجاجات. اربعه دجاجات ياك؟ اييه. غادي نجيبوها لالا، غادي نضربو لهم غسله بالرنج. اييه برنج. اييه برنج والملحه. والملحه اييه. سكين جبير. سكين جبير. غادي نخليو دوك الدجاجات ديالنا يتسقطرو، غادي نمشيو نجدو لهم الشوشوه. عندنا ثلاثه ديال القبطات ديال القزبر. ثلاثه قبطات قزبر. اييه. اربعه ديال الدجاجات. اييه. وعندنا ثمانيه ديال القطع ديال المربعات قشده ديال الحليب. ثمان قطع فرماج مربع. اييه. اييه. لا معلقه كبيره ديال الملح. معلقه كبيره ملح. معلقه كبيره الا زعما ما ملحتيش بزاف في الاول. اييه. عندنا معلقه صغيره ونص ديال مسحوق تحميره. اييه تحميره. اييه. عندنا الكمون حتى هي معلقه صغيره. الكمون معلقه صغيره. عندنا معلقه صغيره ديال الخردل. معلقه صغيره خردل او مطرد. اييه. معلقه صغيره ديال الفلفله حاره. فلفله حاره نقولوا الهريسه مدقوقه ياك. عندنا معلقه ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت الزيتون. زيت الزيتون. اييه. وعندنا ثمانيه الفصوص الثوم مهروسه غير مهرسه هكا بالمص. ثوم اييه مهروس. اييه. عندنا الكبده ديالنا ديال ربعه الدجاجات. ها هي الكبده مقطعه. اييه. وعندنا ثلاثه ديال القبيطات ديال القزبر. ثلاثه القبطات قزبر. نعطيك المقادير كاملة ولا؟ ثلاثة القبطات قزبر عطيتيهم ليا في الأول ياك لالا؟ لا عطيتك معدنوس عطيتك القزبر. إذا ثلاثة القبطات قزبر. نعاود معاك لالا نجات باش نكونوا على وضوح أنا وياك. طيب في المقادير قلتي أربعة دجاجات نضربوا لهم غسلة بالرنج والملح وسكنجبير نخليهم حتى يتسقطروا. في الحوشوة غناخدوا ثلاثة القبطات قزبر. إيه. ثمان قطع فرماج مربع. إيه. معلقة كبيرة ملح. إيه. معلقة صغيرة ونص ديال التحميرة. الكمون معلقه صغيره، معلقه صغيره خردل وهو المطرد، معلقه صغيره فلفله حاره، وثلاثه المعالق كبار زيت الزيتون، ثمانيه ديال الفصوص توم مهروس، الكبده مقطعه، وثلاثه القبطات اظن معدنوس ياك. تبارك الله عليك. صافي. ها هي. اييه نمشيو للطريقه. نمشيو للطريقه، كنقبطوا واحد البونيو. ها هو. كنديروا فيه داك القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق مزيان. اييه مدقوق. تنقشروا داك الفريمجات ديالنا نديرهم حتى هما معاهم. الفرماج حتى هو. وداك التوابل كامله كنديروهم اللي ذكرنا. واخا ها هما. وكنخلطوهم مزيان بشي معلقه د الخشبه ولا بيدينا اليدين حسن. اييه احسن. اييه. وكتقبطي داك الصدر ديال الدجاج جهه العنق. كتشرطي شويه بواحد المميز. اييه باش تدخلوا المقادير. اييه. وديك الخيضات حتى هما تتفلحيهم شي شويه. وكتعمري تبارك الله ديك التعميره اللي درتي. ها هي. الحيله اختي راه نسيت لك واحد الحامضه مصيره مقطعه وشويه زيتون مقطع خضر. ها هي. اذا الحامض شحال تقريبا ديال الحامض مصير؟ شي حامضه في هاد الربعه ديال الدجاجات ماشي مشكل. نديرو جوج انا باغي ندير جوج والله اعلم. ندير جوج. اذا جوج حامض مصير مقطع. وشي هكا شويه ديال شي زليفه صغيره ديال الزيتون مقطع مزيان حتى هو. وزلافه زيتون. ها هي. صافي. وتعمري اختي المقادير ديالك مزيان. اييه.
وتقبضي دوك تجي وجات ديالك تربطيهم بشي ديك الخيط ديال المطبخ. اييه الخيط الغذائي. فين كاينه فين كاينه الحكمه؟ ديك الجيجات فاش كتربطيهم وتقبطي شي بلاستيك ديال المطبخ. وتقبطي اختي ديك الدجاجات وتلوي كل دجاجه بوحدها في ديك البلاستيكه. علاش؟ باش كتبقى فيها من ديك الشريميله ديالهم اللي كيتصوروا. كتبقى فيهم لاصقه ما كتهبطلهمش في المرقه. ما تحاوليش ديري يعني الكاغيط ديال الغذائيه ولا بابي كويسون الله يسهل عليك نجاة. ممكن ديري اختي. غير يتحكم مزيان يتربط مزيان يدور مزيان على الدجاجه ياك؟ عندك الحق لان ما بقيناش نخدموا الميكا في الحق زيرو ميكا. ماشي تا زيرو ميكا على البيئه، راه زيرو ميكا تاع الصحه ديالنا لاله نجاة. الله يسهل عليك. اذا غنديروا كما قلنا هاد البابي كويسون ياك؟ اييه. او لا الكاغيط الغذائي اييه. ونبخروا الدجاجات ديالنا. يتبخروا. ومني كيطيبوا كنجبدوهم كنحيدوهم من داك الكاغيط. وكندهنوهم بداك لاصوص عاوتاني اللي من جديد. بلاصوص؟ واحد لاصوص من جدا باش كتخليه للفران. بسم الله شنو هي هاد لاصوص؟ فيها جوج معالق ديال الزبده اللينه. جوج معالق كبار؟ جوج معالق كبار. هي زبده هي. وكديري لهم شويه ديال التحميره، معلقه كبيره. اييه. وكتبقاي تخدميهم بيديك حتى تسرديهم بحال البوماده. كدهني بهم الدجاجات ديالك مزيان. ندهنوا الدجاج. دهنيهم مزيان وتكوني اللاطه ديالك دايره فوقها الورق ديالنا الطهي. اييه اللاطه فيها ورق الطهي. اييه. وكتحطي دوك الدجاجات ديالك. تستفوهم. وتغطيهم باش كياخذوا لك اللون زوين ذهب. ولا عندك اختي اربعه ديال الوراق ديال البسطيله وبغيتي تذوقي كتقبطي اربعه ديال الوريقات ديال البسطيله. اييه. وكتمرغيهم مزيان في الزيت. يتمرغوا في الزيت. كتمرغيهم مزيان في الزيت. الزيت الروميه. الزيت الروميه على شكل هكا هذيك اللي كنصط نهوو بها مروحه. اييه بالنشاشه. النشاشه. اييه النشاشه. النشاشه. في الصدر ديال الدجاج هكا تكيها تماك. اييه. وتخليها تحمر معاهم. عرفتي اختي على الديكور كيجي فيهم؟ الديكور غيجي رائع. لا الديكور ولا المذاق اختي جيها نديها بالتاكيد من مي تبارك الله ما نقول لك. ولكن كنظن هاد ربعات الورقات هادو واش كل ورقه تقسم على جوج ولا كل ورقه في دجاجه ولا كل نص ورقه في دجاجه؟ لا كل ورقه في دجاجه. ورقه. كل ورقه في دجاجه. كتجمعيها من الوسط ياك لاله. كتولي بحال الورده بحال الشاشه وكتحطيها من فوق. من فوق الشاشه وكتدخليها للفران. وهذاك الزيت الزيت الروميه اللي مرمغت فيها هاد ربعات الورقات ديال البسطيله. هي اللي كتعطي هاد القرمشه هادي وهاد اللون. القرمشه تبارك الله عليك. نعم لاله. وعندنا وللتزيين عندنا ورق الخص. اييه ورق الخص. اييه. وثلاث الحبات ديال القوق ديال قلب القوق. قلب القوق. اييه قلب القوق. وعندنا مقطعين صغار وعندنا الفلفله حمراء وفلفله صفراء تما مقطعين. ايه. نزينوا بهم من الفوق. ايه وتزيين تيبقى على حسب كل المرا زعما تبارك الله عليهم السيدات المغربيه صفات عندي عليهم. مبدعات فهاد المجال هذا. مبدعات جدا. وانا بغيت نوجه واحد التحيه كبيره بزاف للحاجه الكبيره من سوق الارباب. سوق الارباب تبارك الله عليها وعلى لاله نعيمه من المكناس. والحاجه الطبيلي من مرات وعلى لطيفه الطبيلي صلات عندي وعلى حليمه وحليمات تبارك الله عليهم. نعم ديال تماره وديال الريش تبارك الله على كل السيدات. نتمنى شي نهار نتلاقى معاهم يا ان شاء الله. علاش لا يجمعنا ان شاء الله وباذن الله اليوم العالمي للمراه باذن الله. باذن الله تبارك الله والله يحفظكم. شكرا لك. شكرا لك لاله نجاة من مكناس.